بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء كما هو المعتاد نبدأ أولا في درس كتاب نيل المرام للعلامة صديق حسن خان، ووقفنا عند الآية الثالثة من سورة البقرة. الآية الثالثة ليست الآية في حسب ترتيب السورة، لكن حسب ما ذكره هو من الآيات أو اللي اختارها أو التي تضمنت أحكاما يتحدث أو يفصل القول فيها أو يبين ما فيها من أحكام. فهذه الآية الثالثة حسب ما يذكره من الآيات، وإلا فهي رقمها في السورة طبعا 102، الآية الثانية بعد 100 في ترتيب السورة. لكن هنا الآية الثالثة عندنا التي ذكرها المصنف رحمه الله في ضمن آيات الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا. أما بعد، قال المصنف الإمام صديق حسن خان القنوجي البخاري رحمه الله في كتابه نيل المرام الآية الثالثة، قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال رحمه الله: السحر هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير. وقد اختلف هل له حقيقة أم لا، فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع لا أصل له ولا حقيقة، وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه، ثم شفاه الله سبحانه، والكلام في ذلك يطول. قال الزجاج في قوله: وما يعلمان من أحد تعليم وإنذار، تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه. قال: وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر، ومعناه أنهما يعلمان على النهي فيقولان لهم لا تفعلوا كذا. ومن في قوله من أحد زائدة للتوكيد، وقد قيل إن قوله يعلمان من الإعلام لا من التعليم، وقد جاء في كلام العرب تعلم بمعنى اعلم كما حكاه ابن الأنباري وابن الأعرابي وهو كثير في أشعارهم، كقول كعب بن مالك: تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. وقال القطامي: تعلم أن بعد الغي رشدا وأن لذلك الغي انقشاعا. وفي قوله: فلا تكفر، أبلغ إنذار وأعظم تحذير، أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. نعم. فهذه الآية الكريمة جاءت
تالية لقوله تعالى الآية التي سبقتها: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. الآية التالية لهذه هي التي تحدث أو ذكر فيها سبحانه ما عرف أو ما اشتهر بتسمية بالسحر، وهو يعرفه العلماء بأنه ما دق ولطف وخفي أمر لطيف ودقيق وخفي يتوصل به يتوصل إليه بدقة وخفاء ولطف، يعني ليبلغ الساحر به ما يريد من إضرار بالناس، إما بقتل وإما بإمراض وإما بتفريق بين الرجل وزوجه، وإما بإثارة العداوات والمشاكل والفتن بين الكافة، يعني أمور كثيرة يقصد بها في أكثر بل في كل الأحوال. ما رأينا أن سحرا يأتي بخير، كله لا يكون إلا للإضرار. فهذا الذي خفي ولطف ودق يعني مما يستعمله الساحر باستعمال طلاسم وبدعاء الكواكب، اتجاه الكواكب ودعوتها أو دعائه والتجه إليها والاستعانة بالشياطين كذلك لبلوغ ما يريده الساحر. الآن السحر أصبح يعني من الوسائل التي يستعملها كثير من الناس للإيقاع بخصمه وإيذائه بما يمكن أو بما يستطيع، فيذهب إلى ساحر من السحرة ويقول له إن فلانا بيني وبينه كذا وكذا، يعني من الخصومة أو من العداوة أو من أي شيء مما لا يحمد ولا يذكر ولا يثنى عليه بخير، من الشر يعني ما بينه من الشر، فأريد منك أن تسحرني تسحره لي، يعني طلب، يعني أوردر كما يقول، يطلب منه طلبا بأنه يسحره له، أن يطلب أن يسحره له، لأنه خصمه، يعني زي مثل الخصم الذي لا يستطيع أن يواجه خصمه فيما يدين القتال مثلا، فيحاربه بطريق الغدر والطعن في الظهور. ومن ذلك اللجوء إلى السحرة للإيقاع بالخصم، هذا أصبح سائدا ومنتشرا كثير، ولا ينكر انتشاره، وأصبح يعني كأنها خدمة من الخدمات، كأنها خدمة مثل ما يطلب الإنسان أي خدمة، الخدمات المباحة طبعا المقصود بها، لكن هذا خدمة ليست كذلك، ليست بهذه الصفة. المهم أنها أصبحت تشبه كأنها خدمة من الخدمات، يذهب طالب السحر إلى الساحر فيطلب منه أن يخدمه عن طريق أن يسحر له عدوه أو يسحر له خصمه بمبلغ من المال قل أو كثر، يعني استجاء تجارة. ولذلك قال الله تعالى سبحانه في نهاية الآية: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، يعني أنهم لو أنهم تركوا السحر، هؤلاء السحرة والذين يلجؤون إليهم، تركوا هذا السحر الذي لا يستفيد منه إلا شيئا من عرض الحياة الدنيا، لو تركوا ذلك واستبدلوا به الإيمان والتقوى، آمنوا واتقوا، النتيجة أن الله تعالى يثيبهم على ذلك، على هذا الإيمان والتقوى، على ما أتوا به من الإيمان، إن الإيمان به سبحانه وبالإيمان برسله ورسله بقية الرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني هل هي الإيمان أن يؤمن بالأركان، يأتي بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وملائكته، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا آمن هذا الإيمان واتقى الله، يعني أنه جعل بينه وبين ما يسخط الله عليه
وما يكون سببا لغضب الله عليه وسببا لاصطلائه في الآخرة بنار جهنم، جعل بينه وبين هذا حاجزا وهي التقوى. يعني بمعنى آخر هو أن يأتي بالأوامر الإلهية وينتهي أو يترك النواهي، يبتعد عن النواهي. هذه حقيقة التقوى، الائتمار بالأوامر والانتهاء من النواهي التي يحفظ بها نفسه من التردي في غضب الله وفي تردي في عذاب الله عز وجل يوم القيامة. لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله، المثوبة التي من عند الله هي خير لهم مما يحصلونه من متاع ومن عرض الدنيا بارتكابهم هذه الكبيرة، كبيرة السحر. أن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر بعد الشرك، بعد الشرك بالله والسحر، ذكر في الحديث الصحيح أن في الكبائر السحر يلي الشرك بالله عز وجل في المرتبة التي فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهذا يعني أصبح هذا السحر من هو من أساسه، كان بعض من يزعم أنه يعمل هذا السحر يقول أنه يلجأ إلى هذا السحر من باب السلاح الذي يدافع به عن نفسه، سلاح يدافع به عن نفسه ويكون أشبه بالسلاح المعروف الذي يحمله الإنسان ويدافع به عن نفسه أمام صولة الأعداء ويدفع به عن نفسه إيذاء الأعداء أو عدوان الأعادي عليه. لكن هذه حجة ليست بصحيحة، وهذه يقولها هذا هو يقولها قولا هكذا ليسوغ ما يعمله من باطل ومن كبيرة. والواقع أنه يعني بالنسبة، إذ لم تكن بنسبة 100% فعلى الأقل بنسبة 90% إلى 95% يعمل هذا السحر للإضرار بغيره، للإضرار بغير المسلمين، ويتخذها تجارة كما علمتم. واحد يذهب إليه فيطلب منه أن يسحر له خصمة، يأخذ منه 100 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، على قدر ما يتفق أو على ما يتفقان عليه أو على القدر الذي المتعارف عليه بينهما أو الذي اتفق عليه. فتجارة لكن مآلها أو مقصودها الإضرار بالمسلمين، والمقصود منها الإضرار والإيذاء، وليس خدمة، هذه خدمة شريرة لا تدل على تقوى من الله، لا من الساحر ولا من الذي يذهب إليه ليسحر له خصمة. كلا الرجلين مرتدغان وموبقان نفسيهما في غضب الله وسخطه، لأن كبيرة من الكبائر. ولذلك قالوا أن السحر يعني الساحر كافر، الساحر قال أهل العلم أن الساحر كافر، والدليل على ذلك في الآية، الدليل على ذلك في هذه الآية، لأنه لما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني كفروا بتعليمهم السحر وبعمله يتعلمونه ويعلمونه ويعملون به، فكفروا بذلك. أما سليمان عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فلم يكن ذلك، لأن هذا مما أشاعه اليهود في زمنه وبعد ذلك، من أنه عليه السلام إنما سخرت له الجن وسخرت له الريح وسخر له نشاط الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، المهم تسخير الجن له وتسخير الريح وغير ذلك. هذا كله قالوا اليهود في ذلك الزمن في زمنه أشاعوا أن هذا من السحر، أن سليمان عليه السلام كان ساحرا. ولذلك قالوا اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن محمدا يقول بأن سليمان أو يصف سليمان أو يقول عن سليمان بأنه نبي، والله ما كان إلا ساحرا، يقول والله ما كان إلا ساحرا. ولذلك كثير من اليهود والنصارى لا يصفونه عليه السلام بالنبوة بل يقولون بأنه ساحر، وهذا دليل صريح على ذلك. فنزلت هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فبرأ الله عز وجل نبيه سليمان من ذلك، من السحر الذي زعمت اليهود أن سليمان عليه السلام كان العلم الذي عنده
الذي سخر أو استطاع أو تمكن به من تسخير الجن ومن التصرف ومن تسخير الريح له، أنه كان ذلك العلم هو علم السحر، وأنه كان مدفونا دفنه تحت كرسيه أو تحت مصلاه، فلما مات أخرجته الشياطين من تحت العلم الذي لسليمان عليه السلام، وقالوا للناس هذا هو السحر الذي كان يعمله أو برع فيه سليمان، ولم يكن نبيا ولا غير ذلك، وإنما كان ساحرا. فأما أهل التقوى من بني إسرائيل فقالوا لا يمكن، هذا ليس ما كان، لا يمكن أن يكون سليمان عليه السلام ساحرا، يعني برؤوه من ذلك وأبوا أن يقروا بما زعمته الشياطين من زعم بأن سليمان كان ساحرا. قالوا ما كان له أن يكون ساحرا وليس بساحر، رفضوا ذلك ونفوا وبرؤوه، نفوا عنه هذه التهمة وبرؤوه. وأما الآخرون فراجت عليهم هذه المقولة الإبليسية الشيطانية واقتنعوا بها، وأصبحوا وسارت من ذلك الوقت إلى الوقت الحاضر بأن هذا السحر هو من يعني مما جاء عن طريق سليمان، أو العلم الذي كان عند سليمان عليه السلام، وأنه هو الذي جاء بهذا السحر، وهو الذي ممكن نقول تخصص فيه أو كان له اختصاص به دون غيره، وهذا كله كذب وافتراء قد برأ الله عز وجل نبيه منه. وقد لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من المحال ومن الممتنع، يمتنع ومن المحال، أمر محال أن يكون نبي من الأنبياء، أن يكون نبي من الأنبياء ساحرا، لا يمكن السحر. لماذا؟ قال لأن السحر هذا فيه لجوء إلى الكواكب، دعوة إلى الكواكب، يعني فيه لجوء إلى أو فيه عبادة غير الله. وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام هم جاءوا برسالات ربهم عز وجل، أساس الرسالة ما هو؟ هو توجيه الناس إلى عبادة الله عز وجل، وترك عبادة إلى توجيه الناس إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه. فهذا مناقض لأصل رسالات الأنبياء أجمعين، لا يمكن، من المحال، من الممتنع. ولذلك أتى تكلم رحمه الله على هذه الآية بقال لذلك أن الله برأ نبيه عليه السلام من هذه السحر، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا، الشياطين هم الذين كفروا وهم الذين يعلمون الناس السحر. وقد وردت في هذه في تفسير هذه الآية خبر طويل مشهور يذكره أكثر المفسرين، وخاصة منهم من يذكر التفسير بالمأثور، يعني التفسير الأثري الذي يذكر فيه الآثار والأحاديث الواردة في تفسير الآية، مثل الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ومثل تفسير ابن أبي حاتم، ومثل تفسير الدر المنثور للسيوطي، وغير ذلك من الكتب، حتى بعدهم يعني من غير هؤلاء، أيضا هؤلاء قادة أو أئمة أو أعلام من كتب في التفسير بالمأثور، ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وعبد بن حميد أيضا له في التفسير بالمأثور، وغيرهم كذلك كثير، هؤلاء أشهر من كتب في التفسير. فهؤلاء يذكرون عند هذه الآية قصة غريبة عجيبة هي من الإسرائيليات، هي من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من طريق أهل الكتاب، التي تسربت إلى المسلمين من طريق أهل الكتاب، وقصة طويلة، وهو أن الملائكة احتجت أو يعني تعجبت من صبر الله تعالى على عصيان البشر، تعجبوا منه أنه يعني لا يؤاخذهم أو لا يباغتهم بالعقوبة أو لا يعني يستأصلهم أو يعذبهم، صبره يعني تعجبوا من صبره سبحانه على يعني على البشر وفي عصيانهم مع عصيانهم. فقال الله لهم إنكم لو كنتم في مكانهم لعصيتم مثل ما عصوا. قالوا لا، لو كنا مثلهم لم نعصي. شوف حتى هذه حتى دلائل الوضع قبل الناحية الإسنادية، حتى من الناحية المعنوية ليست يعني واضحة أنها كذب صراح. فما كان للملائكة أن يعترضوا على الله عز وجل أو كأنهم يجابهوه
أو يقولون له لا ليس كلامك بصحيح، بل إننا إذا كنا في مكانهم لن نعصيك. هذا رد على الله عز وجل، والملائكة لا يمكن أن يردوا على الله عز وجل، الذين لا يعصونه سبحانه في أمرهم هل يردون عليه ما يقول سبحانه؟ لا يمكن. هذا من أوائل في بداية القصة علائم البطلان، والوضع ظاهرة من بدايتها. المهم فقال لهم أو أمرهم بأنهم يعني ينتخبوا أو يذكروا يرشحوا، ممكن نقول بالتعبير الحديث أو العصري، يرشحوا اثنين من الملائكة حتى ينزلا لتكون كما يمكن أن يقال تجربة ميدانية لإثبات أنكم أيها الملائكة لو كنتم في مكان هؤلاء البشر لعصيتم مثل ما عصوا. فهذا كان تطبيق عملي عن طريق هذين الملكين، فانتخبوا هذين الملكين فنزلا إلى الأرض. قالوا وأتت إليهما يعني في مرة من المرات أتت إليهما امرأة فوقعت في نفسيهما فأراداها على الفاحشة فأبت، قالت إلا أن تعبد الصنم، إلا أن تعبد هذا الصنم. قال لا سبيل إلى ذلك، عبادة الصنم لا ما يمكن. طيب المهم خيرتهم في الآخر إما أن تعبد هذا الصنم لأنه دينه، هي وثنية، هي تعبد الصنم فأرادت أن تدخلهما في دينها وهو دين القائم على عبادة الأصنام، وثنية. فأرادت منهما أن يدخل معها في دينها وهو عبادة الأصنام، فأبيا عليها ذلك، يعني مبادلة أو ثمن، إذا أردتم ما تريدان أنا أسمح لكم لكن تعبد الأصنام. رفض ذلك، قال طيب إما أنا أخيركم بين ثلاث خصال، إما عبادة الصنم، وإما قتل نفس، وإما شرب هذه الكأس خمر. فقالوا أو قالا اثنان هم أم اثنان، قال الخمر أهونها، فشرب الخمر فوقع بها، ومر عليهما رجل فخاف أن ينشر عنهما أنهما يعني رح يبلغ كما نقول الآن، يبلغ السلطان أو يبلغ الجهات الأمنية عنهما، فقتلاه. فأصبحت الطامة ثلاثة، بدل واحدة أصبحت ثلاثة، وهي الزنا والعياذ بالله، فاحشة الزنا وقتل النفس، الشاهد هذا اللي خاف أن يشهد عليهما أو يبلغ عنهما، والثالثة وهي شرب الخمر. بعد ذلك قالوا بأنهما علماها، المرأة هذه علماها اسم الله الأعظم أو المفتاح الذي تصعد به إلى السماء، فصعدت إلى السماء فمسخها الله يعني عقوبة لها، مسخها فتحولت إلى كوكب الزهرة الذي سمى هذا الزهرة. وهذه قصة علائم الوضع كلها واضح عليها، وقد حكم عليها بالوضع جماعة من أئمة أهلها، من أئمة هذا الفن أو هذا العلم، من أئمة أهل الحديث، منهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في الموضوعات، وهو له كتابان في هذا، العلل الواهية، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وكتاب آخر. المهم أنه ذكروا في الأحاديث الموضوعة ابن الجوزي رحمه الله، ولم ينفرد بذلك، لأنه واحد إذا سمع ابن الجوزي أنه حكم على المجرم يقول ابن الجوزي متشدد فيسارع إلى الحكم والوضع، لا لم ينفرد بذلك ابن الجوزي، بل وافقه على الحكم بذلك أئمة آخرون، لم ينفرد بالحكم على هذه القصة الباطلة بأنها موضوعة لم تصح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى لو نقلت عن بعض الصحابة نقلوها عن كعب الأحبار أو عن غيره، لكنها ليست صحيحة، من حيث الواقع لم تقع، ليست صحيحة لا بالنسبة لهذين الملكين أنهما فعل هذا، كل هذا باطل لا أصل له. فحكم عليها بأنها موضوعة، كذلك الإمام ابن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في التفسير، وأيضا في كتابه الآخر في التاريخ وهو البداية والنهاية، ذكر هذا الحكم بأنها موضوعة، وأن الذين اجترحوها والذين تولوا كبرهم زنادقة ليشينوا بها الإسلام ويشينوا بها ديننا، فالذين افتجروها واخترعوها كما قال رحمه الله هم زنادقة ليشينوا بها الدين،
التشويه اللي نقول عليه الآن تشويه الدين، فأرادوا بهذا هذا المقصود الخبيث، وإلا فهي لا تصح وهي باطلة متنا وسندا، لا تصح موضوعة. وممن حكم عليها بالوضع كذلك أنها أو أنها لا أصل لها القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض كذلك. وكما قلت لكم أيضا وكما سمعتم أنها من بدايتها علائم الوضع والكذب واضح عليها، لأنها تسجل على الملائكة بأنهم اعترضوا على الله عز وجل وردوا عليه ما قال لهم، أنه لو كنتم في مكان البشر لعصيتم مثل ما عصوا، قالوا لا لو كنا مثل في محلهم في مقامهم لم نعصك، هذا رد على الله عز وجل ما يمكن أن يصدر، لا يمكن أبدا أن يصدر على الملائكة. وهذا من أحد الأدلة الصريحة الصارخة على كذب هذه الرواية ووضعها، وأنها علامات الوضع بادية عليها ظاهرة لا خفاء فيها، لكن مع ذلك قد حكم عليها بالوضع جمهرة أو جماعة من أهل الحديث، منهم كما سمعتم الإمام ابن فر بن الجوزي والإمام الحافظ بن كثير والقاضي عياض وغيرهم. وإن كان بعض أهل العلم مثل الحافظ بن حجر قال بأن بعض أسانيدها في مسند الإمام أحمد وفي غيره لها أسانيد حسنة، لكن كما قال أهل العلم أن كون يعني صحة نسبتها أنها نسبت إلى بعض من نقلها من الصحابة أو ممن بعدهم، هذه صحة نسبتها لا يلزم منها صحتها في ذاتها. الكلام بالنسبة لما قاله الحافظ بن حجر في هذا بالنسبة للناحية الإسنادية لصحة الإسنادية، لكن لا يلزم من صحة الإسناد أنها هي في نفسها في ذاتها صحيحة. صحة الإسناد يعني الذي نقلت عنه الإسناد إليه صحيح إلى من ذكر عبد الله، مثلا عبد الله بن عبد العاص أو كعب الأحبار أو غير من ناحية السند إليه صحيح ما في إشكال، لكن لا يلزم من صحة الإسناد أنها تكون هذه في ذاتها هي صحيحة، لا هي ليست صحيحة، فلا يلزم من صحة إسنادها أو صحة طرقها أن تكون هي في نفسها صحيحة في ذاتها، لا يلزم ذلك كما بينه أهل العلم بالحديث ومن المتقدمين ومن المتأخرين. هذا لا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا من أن ثبتت إسنادا أنها صحيحة في ذاتها، هذا ليس بشرط، لا تلازم بينهما. بقي الكلام على أن السحر هل هو له حقيقة أو ليس له حقيقة. هنا قولان لأهل العلم من أهل العلم وهم الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا بأن السحر له حقيقة، شيء واقع موجود وحقيقة ويؤثر ويؤدي ويقتل، يعني يكون سببا للقتل ويمرض ويفرق، هذا معنى أنه له حقيقة ثابتة، أمر واقع محسوس والأدلة عليه كثيرة. من ذلك أن الله تعالى قال وجاءوا بسحر عظيم، هذه واحدة سحر عظيم وصفه بأنه سحر عظيم. ثم أيضا في أنزل الله عز وجل سورة إيش؟ سورة الفلق وسورة الناس للاستعاذة، فهل يستعاذ من شيء لا حقيقة له؟ ما موجود لا يمكن الاستعاذة، لا تكون إلا من شيء موجود له حقيقة له تأثير له ضرر. الدليل الثالث ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل من سحر هذا اليهودي لبيد من الأعصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في آخر هذا الحديث الذي في الصحيحين. الآن بعض الناس المعاصرين يحاول أن يعني يشكك في هذا الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، فهو في أعلى درجات الصحة لا مطعن فيه من حيث الصحة، لكن معناه لم يعني حقيقة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقفوا عليه أو ما أدركوا، ظنوا أن قالوا أن هذا يتنافع مع العصمة النبوية ومع صيانة الرسالة وصيانة الوحي، فالحل أنهم حكموا بأن الحديث هذا ليس بصحيح، وهذا منكر من القول، هذا منكر من القول وزور، بل الحديث صحيح لا شك فيه، مروي في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وهما الصحيحان، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج أينسابوري اتفق عليه. لكن بقي أن القول أن الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا
من سحر لم يكن له أي تأثير على الرسالة وعلى الوحي، مجرد أنه كان يعني تأثير السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعل، ما تجاوز هذا فقط، يعني في مسألة جزئية محدودة لا علاقة لها لا بالوحي ولا بالرسالة ولا بالتشريع ولا بأي شيء، إنما فقط كان تأثير السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه كما هو صريح في هذا الحديث نصا موجود نصا في الحديث الذي أخرجه الشيخان كما سمعتم، أنه سحر حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، هذا أقصى ما حصل من التأثير عليه صلوات الله وسلامه. أما شيء يتعلق بالرسالة يعني ليس لك حجة الذي تزعم أن هذا الحديث ليس بصحيح بحجة إيش؟ أنه ينافي عصمته صلى الله عليه وسلم وينافي حفظ الرسالة وحفظ القرآن وصيانة الرسالة من 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 الدخيل، يعني يدخل فيها شيء بسبب السحر وكذلك. لو كان هذا السحر بهذه أو وصل إلى هذه النتيجة يعني كان ممكن أن يقال لك بعض العذر، لكن الحقيقة أن السحر الذي حصل له صلى الله عليه وسلم إنما جاء أو كان تأثيره في هذا الجانب فقط، ليس ما أثر ما كان له تأثير إطلاقا على أي شيء يتعلق بالرسالة أو بالوحي أبدا، ما أثر على ذلك، مجرد ناحية شخصية فقط، مرض أصبح مثل أي مرض، مثل المرض الذي يصيبه وهو صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته ألا يمرض، فهذا أيضا حصل مثل المرض معه صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر لا من قريب ولا من بعيد، لم يؤثر على الرسالة لا على الوحي ولا على التشريع، لم يكن له أي تأثير أبدا على هذا، إنما كان فقط مجرد تأثير أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، يفعل الشيء ولا يفعله. أما الفريق الآخر الذي تكلم أو قال في مسألة أن السحر قال لا ليس له حقيقة، عارض هذا القول وقال لا السحر ليس له حقيقة وإنما هو تمويه وتخييل وخداع، ليس له حقيقة وإنما هو تمويه وتخييل وخداع، واستدلوا على ذلك إنه ليس له حقيقة، قالوا أن الله تعالى قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه يعني ما هي حقيقة، إنه خيال، تخيل أن هذه الحيات التي صنعها سحرة أو الحيلة التي صنعها سحرة فرعون يعني تخيل يخيل إليه كما ذكر الله عز وجل، لكن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال لا حجة في ذلك، يعني لا تفرحوا بهذا الدليل لا حجة لكم فيه، قال لأننا لا ننكر الجمهور جمهور أهل العلم أكثر العلماء جمهور علماء الأمة على أن السحر له حقيقة وله تأثير، والأدلة متضافرة على ذلك من الكتاب والسنة، قال نحن الذين نقول بأن أو القائلين أن القائلين بأنه بأن السحر له حقيقة لا ينكرون مسألة التمويه والتخيل أنها جزء من جملة السحر، ما أنكروا ذلك، نحن ما قلنا أنه التمويه والتخيل هذا ليس من السحر، لم ننفه، لكن يوجد وراء ذلك أمور أخرى، دل الدليل النقلي والدليل والقبول العقلي يعني يقبلها العقل، دل على أنه ثابت وأنه له حقيقة، فأما هذا لا حجة لكم فيه في احتجاجكم بهذه الآية لا حجة لكم فيه، ولذلك يعني لماذا؟ قال لأننا لا ننكر أن التمويه والتخيل الذي تتحدثون عنه الذي تجعلون السحر هو فقط تمويها وتخيلا، نحن لم ننكر أن السحر منه تمويه وتخيل من جملة، أن التمويه والتخيلات والخداع هذا ما أنكرنا أنه مندرج في السحر من جملة السحر، ما قلنا أنه لم خارج عن السحر، لكن في وراء ذلك أنتم كأنكم أخذتوا جزء من القضية أو جزء من الموضوع وتركتم باقيه، لكن وراء ذلك كما قال في وراء ذلك أمور ثبتت بالدليل النقلي كما كهذا الحديث مثلا، مثل هذا الحديث
الذي في الصحيحين بمسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، وإلا أشياء كثيرة. هذا دليل نقلي ولا لا؟ دليل نقلي وثابت وصحيح، لا شك في صحته، لا مطعن في صحته، ولو قال بذلك من قال ممن لا علم لديه، لا علم عنده بالسنة ولا علم له عنده بالصحيح والضعيف، ولا يأبه بهذه الأمور، إنما يحكم عقله، يحكم عقله، الذي يقول له عقله قال به، والذي يعترض عليه عقله وينفيه يتابع يتبعه فيه، وهذا لا، هذا لا حجة فيه. لذلك يقول رحمه الله كما هنا في هذا في القرطبي رحمه الله يقول، لأن في طائفتان بعض الحنفية، ليس الإمام الحنيفة، يقول رحمه الله وهذا لا حجة فيه، الذين قالوا بأن السحر هو تمويه وتخيل، واحتجوا عما كما قلنا إيش، احتجوا بأن الله تعالى قال في القرآن أنهم سحروا أعين الناس، هذا دليل على أنه تخيل، يخيل إليه، قال أيضا سبحانه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حياة الحياة التي يعني استعملها سحرة موسى تحولت إلى حياة، قال هذا كله دليل التخيل، والقرآن يشهد بذلك. قال هذا لا حجة فيه، يعني لا تفرحوا بهذا الدليل أو لا تعتمدوا عليه، ما ليس لأنه ليس لكم حجة فيه. قال هذا لا حجة فيه، أحسن نقرأ كلامه حتى يكون يعني نصا واضحا، هذا لا حجة فيه، لأننا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحر. نحن ما قلنا التخيل والتمويه والخداع هذا ليس من جملة السحر، لا ما أنكرنا هذا. فيقول فلا ننكر، لأننا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحر، ولكن ثبت ولكن ثبت وراء ذلك غير التمويه والتخيل، ثبت وراء ذلك إيش؟ أمور جوزها العقل وورد بها السمع، يعني النقل، السمع، الدليل السمع، يعني الذي سمعنا، الذي هو نصوص الوحيين، نصوص الوحيين على رأسها كتاب والسنة، هذا مقدور السمع، جوزها العقل وورد بها السمع، يعني النقل نصوص الشرعية التي في الكتاب والسنة. فمن ذلك جاب ما في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يقول ولو لم يكن له حقيقة لم يكن تعليمه، لم يمكن تعليمه، الشيء خيالي، ما هو موجود، وهم، يمكن تعليمه، ما في شيء، ما يوجد، لا، فكون يعلم هذا سأصبح علم، يعني معنى موجود وثابت ولا لا؟ موجود، ليس خيالا ولا تمويها ولا أشياء غير واقعية، لا، موجود الشيء الذي يعلم أصبح علما أنا معناه أن هذا له حقيقة، موجود، هذا أمر واضح. فلو لم يكن له حقيقة لم يكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس، فدل على أنه له حقيقة بخلاف ما تقولون. وأيضا قوله تعالى من الأدلة، أيضا قوله تعالى في قصة سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم، شوف وصف الشيء الخيال الذي لا حقيقة له يكون عظيما، يوصف ما هو موجود، شيء ما هو موجود، خيالي، ما يمكن يوصف بأنه عظيم لأنه له ليس موجودا حسب وفق قولهم، لكن هنا جاء بسحر عظيم، يعني شيء موجود، وجود وصفه، الوصف للشيء الموجود ولا المعدوم؟ الوصف لما تصف، أن تصف شيء، تصف شيئا معدوما ولا تصف شيء موجود؟ تصف موجود. فالله سبحانه وصف السحر بأنه عظيم، وهذا دليل صريح على أنه موجود، شيء حقيقي، وصفه بأنه عظيم، هذا دليل أيضا. وكذلك قال سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالفلق، قال مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم، وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق، قالوا له لبيد بن الأعصم الحديث، يعني بقية الحديث معروفة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر إن الله شفاني، لما في نفس الحديث هذا في آخره قال إن الله شفاني، قال القرطبي والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، شفاء، شفي من شيء، يشفى من الهواء، يشفى من شيء خيال، شفي من شيء حقيقي، مرض، شفي كما يشفى من أي مرض،
فهذا دل قال على أنه على أن له حقيقة، والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطوع به، السحر مقطوع به، يعني مقطوع بأنه حقيقة ثابتة وموجود، ليس فقط تمويها وتخيلا، وإن كان التمويه والتخويل هذا من جملة السحر يندرج فيه نعم، لكن ليس هو السحر حقيقته كلها تمويه وتخيل، لا، السحر له حقيقة وثابت وموجود. ويقول فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله، أن الله تعالى أخبر، هذه الأدلة أمامنا، أخبر على أن له حقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر على وجوده حقيقي، وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين، شوف اسمع هذه العبارة العجيبة التي ختم بها كلامه رحمه الله، ولذلك أنا قرأتها، يقول وعلى هذا، يعني على القول، على هذا القول أو على هذا المذهب أن السحر له حقيقة وثابتة وموجود، وليس فقط تمويها، وليس تمويها وتخيلا كما يقول بعض المعتزلة، المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة، يقول وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم، شوف اسمه، ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة، لأن هم جابوها لأنفسهم، يعني حثالة المعتزلة، أنت أولا مذهب مخالف لمذهب أهل الحق، الاعتزال هذا من مذاهب أهل الضلال، فهو من أساس غير في في السحر فقط، هذا السحر هذا تخليط بس في جزئية فقط، وإلا التخليط كثير عند المعتزلة، فلذلك هو تكلم عليهم بالكلام الشديد هذا رحمه الله، يقول وعلى هذا أهل الحل والعقد، على هذا القول على أن السحر له حقيقة، عليه أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. المعتزلة أصلا هم في 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 عقائدهم الأخرى جعلوا أنفسهم حثالة، هم الذين جعلوا أنفسهم حثالة بإيش؟ بمخالفتهم للحق ولأهل الحق، لما خالفوا الحق وخالفوا أهل الحق أصبحوا حثالة، استحقوا أن يسموا حثالة كما قال رحمه الله. وفي هذا القدر كفاية، ينتقل إلى معالم السنن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن ومن باب السواك، قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن لولا كلمة، هذا كما عرفتم لما تكلمنا عن طريقة الإمام الخطابي في شرحه هذا، في شرحه الجليل لسنن أبي داود رحمه الله، والذي سماه أو عنون له أو ترجم له، العنوان الترجمة كلها بمعنى واحد، سماه معالم السنن، وقلنا أنه يأتي إلى الباب الذي ذكر فيه أبو داود رحمه الله حديثاً أو حديثين، فيأتي بحديث من حديث الباب فيشرحه ويقول، يشرح ويبدأ بالغريب، لأن كما قلنا كما علمتم أن الرجل رحمه الله كما هو إمام في الحديث والفقه، مع إمامته في الحديث والفقه كان يعتبر من أئمة أهل اللغة كذلك، وأظن أن هناك نصاً الذي قالوا أنه شبهه أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة. المهم كان إماما، يعني جمع إلى إمامته في الحديث والفقه رحمه الله كذلك إمامته في اللغة، وأنهم كانوا يشبهونه. من الذي قال ذلك؟ الوزير القفطي في كتابه إنباه الرواة على أنباه النحاة، على أنباء النحاة، فقال هذا بأنه كان رحمه الله في إمامته كان إماما في اللغة، نص على أن الخطابي رحمه الله القفطي هذا في كتابه هذا الذي سمعتم قال بأنه كان إماما في اللغة، وكان يشبه بمن؟ بأبي عبيد القاسم بن سلام الذي من أئمة أهل اللغة أيضا، له غريب الحديث وله كتب كثيرة رحمه الله لأبي عبيد هذا.
فكانوا يشبهونه به، كانوا يقولون كأنه كان خليفة لأبي عبيد، كأنه خلف أبا عبيد في الإمامة في اللغة. فجمع مع إمامته في الحديث والفقه، جمع أيضا أضاف إليه إمامته في اللغة، وكتب كتابه الجليل النفيس غريب الحديث، كتاب غريب الحديث، وهو كتاب مطبوع في أجزاء كثيرة، يمكن 4 أو 5 أجزاء كبيرة، يأتي فيه إلى الألفاظ الغريبة في الحديث فيشرحها على ما تقتضيه اللغة، ويستشهد على ذلك بالأشعار، بكلام العرب وأشعارهم، ففيه العجب العجاب من الفوائد والفرائد، ومن أجل الكتب وأعظمها في مادة أو في علم غريب الحديث. هذا أحد علوم الحديث، غريب الحديث واحد من علوم الحديث، أحد أنواع علوم الحديث غريب الحديث. ألف فيه الإمام الخطابي هذا المصنف الذي ألف معالم السنن الذي بين أيدينا، كذلك غريب الحديث. فلما ينتهي من غريب، إذا فيه غريب، طبعا ليس كل حديث فيه ألفاظ غريبة، إذا وجدت ألفاظ غريبة يبتدئ بها رحمه الله، وهذه طريقة أهل الحديث غالبا، أنهم يبتدئوا بعد الكلام على صحة الحديث أو عدم صحته، اللي هو التخريج اللي نسموه التخريج والحكم على الحديث، يبتدئون في البداية بغريب الحديث، الألفاظ الغريبة، ثم يأتي ذلك إلى معانيه، ثم إلى ما فيه من الفقه. فهذا الآن يقول وفيه من الفقه، يعني في هذا الحديث من الفقه. نعم، قال رحمه الله: فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن لولا كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره فصار الوجوب بها ممنوعا، ولو كان السواك واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. نعم، طيب، السواك قبل ذلك، لأنه هذا الحديث أول حديث في موضوع السواك، هذا الحديث الأول في باب السواك، في يعني في أبواب السواك، لأنها جملة أبواب، عدة أبواب ستأتينا كلها في موضوع السواك، عدة أبواب بعد انتهى من أبواب آداب قضاء في أبواب آداب قضاء الحاجة، أتى إلى أبواب السواك. هذا باب أول باب، هذا الباب الأول من أبواب السواك. والسواك قال في المطلع، هذا الكتاب المطلع على ألفاظ المقنع، المقنع لابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال في المطلع أن السواك اسم للعود الذي العود الأراك، هذا المعروف، السواك اسم للعود الذي يتسوك به، وكذلك المسواك أيضا بكسر الميم. قال ابن فارس، له كتاب معجم مقاييس اللغة، ابن فارس من أئمة اللغويين، له كتاب شهير في من معاجم اللغة اسمه معجم مقاييس اللغة، قال ابن فارس رحمه الله: سمي بذلك، لماذا سمي بذلك؟ قال: لأن الرجل يردده في فمه، يردده في فمه. سمي السواك بذلك لأن الرجل، أي يعني المتسوك، الرجل المتسوك يردده في فمه، يحركه في فمه. ومنه من السواك أو من التسوك، من هذه اللفظة، من هذا الاشتقاق، جاءت الإبل قولهم، منه قولهم جاءت الإبل هزلا تساوك، جاءت الإبل هزلا هزيلة تساوك. تساوك إيش معنى تساوك؟ تساوك يعني قال إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال، جاءت الإبل هزلا تتساوك، لا هزلا تساوك بدون تاء واحدة، هزلا تساوك، وهذا إذا جاءت أعناقها تضطرب تتحرك من الهزال، من الضعف، ما هي متحملة أنها تمشي ثابتة هكذا، يعني الترنح، كأنها تترنح، بتعبير الآخر نقول مثل الشخص الذي يترنح من الضعف، يكون مريض يترنح بسبب ضعف المرض، فهذه تترنح، تضطرب أعناقها من الهزال، الهزال ضعف، من الضعف، ضعف في حكم المرض، يعني في حكم المرض، قريب من المرض. وذكر صاحب المحكم أيضا من معاجم اللغة، ذكر صاحب المحكم ابن سيدة، بعضهم يقول ابن سيده، لكن الصح الأرجح ابن سيدة، ذكر صاحب المحكم أن السواك يذكر ويؤنث، وجمعه سوك زي كتب، كتاب كتب، سواك سوك زي كتب، على وزن كتب،
سواك الجمع جمعها جمع السواك سواك هذا واحد جمعها إيش سوك سوك بضم الواو زي كتب مثل كتاب وكتب نفس الشيء. وذكر أنه يقال في جمعه سؤك بالهمزة سوك وسؤك بالهمزة سؤك يعني واو مهموزة أيضا قال ذلك أجمعه سؤك بالهمز انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال بأن السواك قال الحافظ رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري الذي هو أجل كتب التي شرحت أو التي شرح مؤلفها بها صحيح الإمام الجليل أبي عبد الله البخاري قال الحافظ في فتح الباري أن السواك بكسر السين على الأفصح السواك بكسر السين على الأفصح يطلق على الآلة يعني العود الآلة اللي هو الأراك العود هذا يطلق على الآلة وعلى الفعل وهو المراد هنا. السواك بكسر السين هو الأفصح يعني مو بالضم سواك سواك بالضم لا الأفصح سواك بكسر السين وأنه يطلق على الآلة السواك يطلق على الآلة كلمة السواك يعني كلمة السواك كلمة السواك تطلق على الآلة على العود وعلى الفعل نفس العمل العمل تسوك على التسوك نفسه وهو المراد هنا. قال الحافظ رحمه الله حافظ ابن حجر قال وهو المراد هنا يعني في الأحاديث التي عندنا المراد ليس الآلة السوق المراد الفعل لأنه سيتكلم عن الآداب المتعلقة بالسواك والمتعلقة وبحكمه بحكم السواك من حيث الندب ومن حيث هل هو واجب أو مندوب أو ذلك. المهم أن كلامنا الذي نتكلم فيه في هذا الموطن أو في هذا المقام إنما هو على الفعل وليس على الآلة مو على العود يعني ما احنا قاعدين نتكلم على عود الأرك أيها أحسن أي أجود الذي في البلد الفلاني أحسن ولا في لا الكلام على الفعل تسوق الفعل هذا والفعل هذا ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري. وهذا الحديث وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق لولا اقرأ الحديث لولا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. طيب على المؤمنين هو اللفظ لفظ البخاري في الصحيحين على لولا أن أشق على أمتي لكن هنا لفظ أبي داود لولا أن أشق على المؤمنين لولا أمتي يعني أمة الأمة الإسلامية هم هو نفس المعنى المؤمنين هم الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية هم المؤمنون نفس المعنى لكن لفظ أبي داود هنا لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم فلولا قال هذه لولا مخافة وجود المشقة مخافة وجود المشقة أنها تشق عليهم مخافة وجود المشقة متحققة المخافة متحققة أليس كذلك؟ المخافة على قولي يعني على ضوء ما قاله صلوات الله وسلامه عليه مخافة المشقة متحققة ولا متحققة؟ ولا ما هي متحققة؟ متحققة المخافة متحققة فمخافة وجود المشقة متحققة فتحقق لازمه لازم الخوف هذا وهو عدم الأمر بإجاب إيش؟ السواك المخافة متحققة أنا لولا أن لا خاف أنه صلى الله عليه وسلم خشي خاف أن يشق على أمتي فالمخافة متحققة موجودة ولذلك أصبح أيضا تحقق ارتبط بها اللازم لأنه قال لولا انتفاء شيء لولا لا جاء لازمه وهو عدم الأمر بإجاب السواك واستدل به قال الأصوليون يعني علماء علم أصول الفقه الأصوليون المقصود بهم علماء أصول الفقه ليس بالمعنى الحديث الآن لها معاني أخرى لما نقول الأصوليين نقصد بهم علماء أصول الفقه علماء أصول الفقه يسمون الأصوليين لا بخلاف المعنى الحديث اللي في الوقت الحاضر هيختلف له معاني أخرى لكن المقصود بالأصوليين علماء أصول الفقه في علم معروف هذا علم من أحد علوم الدين ومن أجل العلوم من أجل العلوم وأعظمها وفيه كتب مؤلفة وفيه علماء مختصين به هذا يسمون بالأصوليين علماء أصول الفقه استدل به الأصوليون على أن الأمر للوجوب قال استدل الأصوليون علماء أصول الفقه الأصوليون علماء أصول الفقه استدلوا على أن الأمر للوجوب على أن الأمر بالوجوب لأن لماذا
لماذا؟ ليش؟ لماذا استدلوا بهذا الحديث على أن الأمر موجود؟ قال لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. قال لأن لولا، كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فيدل يعني يدل هذا على انتفاء الأمر لوجود المشقة. الأمر الأمر بالسواك يعني اللي هو الإجابة السواك انتفى لوجود المشقة، لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب. الذي انتفى لأجل المشقة ما هو؟ ما هو الذي انتفى لأجل المشقة؟ الوجوب. الذي انتفى لأجل المشقة إنما هو الوجوب. وأما الاستحباب، حتى لا يقول أحد بأن الاستحباب، طيب ممكن يكون الاستحباب، قال لا، وأما الاستحباب فثابت عند كل صلاة. الاستحباب ما في مشكلة، ما دخل هنا الاستحباب، لا يشكل علينا لأنه ثابت عند كل صلاة، يعني ما دخل في المشقة ولا دخل في 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 هذا التقعيد أو التأصيل الذي استنبطوه من الحديث. قال والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب، هذا صريح واضح، المنتفي لأجل المشقة هو الوجوب، وأما الاستحباب فثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك. هذه النتيجة، يعني زي كما يقولون مقدمتين ونتيجة. النتيجة أن الأمر للوجوب يقتضي ذلك الذي تقدم، يعني من المقدمتين، توصلنا هاتان المقدمتان إلى النتيجة أو القاعدة، وهي أن الأمر للوجوب، وفي هذا القدر كفاية. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.